بونجور طلاء، كيفكم؟ بعدكم محمسين وكله تمام؟ اوكي، نحن كتير محمسين. ليش؟ وصلنا على اكليم الشوف، نحن هلا بدردوريت تحديدا، وجايين كلجنة مركزية بطريقة رسمية. عنا انتخابات للجنة اقليمية جديدة. هيدي اللجنة إلا فترة ما كانت موجودة، فهلا عم نرجع نحييها لانه هي كانت موجودة بالاقليم من زمان. فهلا نحن وياكم رح نكتشف مين الرئيس الجديد اللي حيطلع، ورح تكونوا معنا بقلب الجلسة. الحقونا. كيفكم؟ قداس مقبول وفرسية بقنا على القداس. اوكي، برجع كمان كان تحدي علينا اول ما حكينا، وانا كنت عطول طمن الابونا وشرب والمركزية انه لا الوضع كتير منيح، اني عطول لا انا بكرة بتشوف انه الوضع رح نوصل لكريم اسرع وقت. اقول لك وين نشكر الله، كل مرة كان يكون في ازمة او مشكلة او حاجة كان ربنا ينقي انبياء يبعثهم لهي الحرجة لهي المشكلة. كان كل حدا منهم لازم تلاحظوا من إيليا لدانيال لأشعيا لإرميا، كل حدا منهم ما بيشبه التاني، كل واحد بكاركتر وكل واحد بطريقة، بس كل حدا منهم كان بيناسب الحاجة أو المشكلة أو الشيء اللي هو الله بيعته لقلب على قد، كان بيجي مبكر على قد. فالشيء اللي ربنا دعيكم تعملوه خاصة هلأ اللجنة الإقليمية، أنتم مفصلين لقلب على قد، ربنا اختاركم أنتم على قد، يعني بيسكن على قد. شو ما كانت مشكلة كبيرة أنتم قدرين تحلوها، شو ما كانت الحاجة كبيرة أنتم قدرين تلبوها، شو ما كان التحديات والصعوبات انتم قادرين تكونوا عليهم، لانه ربنا ما يكون على قد لا اقل ولا اكثر. ترأس اللجنه المركزيه الخاصه بكل فئه جلسه الانتخاب بحضور المرشد الاقليمي والمرشد المركزي اذا امكن، وامكن هذا الشيء. على منصب الرئيس في عنا مرشحه وحيده صوبه رح تكون عم تطلع بالتزكيه، هي من فرع مجد معوش، سيبال صهيون. تكون زقتوها. على المنصب الثاني اللي هو على نائب الرئيس كمان عندنا طلب واحد اللي هو من فرع سيد التلة بدار القمر بترا ونصيب. في عندنا على أمانة السر اللي هو ثالث منصب من فرع فرقطرة ريسي يونس. من بعدها على منصب أمين الصندوق كمان في عنا شخص واحد من فرع مارا أنطونيوس الكبير كبارة إلي مارون إلي. على وكالة رسالة عنا كمان مرشحة وحيدة من فرع مارجرس مجد المعوش جوليانا فرانسيس. آخر منصب معنا قانونياً بالقانون هو على وكالة التنشئة. في عنا كمان مرشح وحيد من فرع مارا أنطونيوس الكبير الكوارة جرجس حبيب طانيوس. في عنا بوست اللي هو على وكالة النشاطات، هو بوست كمان مثل وكالة الإعلام وما أنا موجود بقلب القانون، عند الحاجة بكون عم استعمله بيكون كمان عم بيعين. سو نحن بنتمنى كمركزية للبلاية اللي بعدها أنه هذا البوست يكون بس هلأ على التقليعة. في عنا طلب على وكالة الإعلام، في عنا طلب على وكالة النشاطات، أبونا وصحوا له هذه الطلبات وبيعرفوا شيء يكون نحطه بهلا من اللجنة الجديدة، بس بيكون تمسكوا هيك شوي لورا. بالنسبة لوكالة الإعلام في عنا حدا أكثر كمان استعداده، هو من فرع سيد تلة دير القمر واللجنة وافقت على تعيينه، أندرو مارون. على البوست الأخير اللي هو وكالة النشاطات فرع دير دوريت اللي نحن عندهم ريتا نهرة. القيام بهذه الخدمة أحسن قيام. أحسن قيام. عم نحذركم بالاول مين، بعتقد كنتوا معنا بالجلسه وتبعتونا، ف 4000 شخص عم يزقف لك هلا ويقول لك مبروك. اوكي، مبروك سيبال ولكل اللجنه اللي طلعت تشوف هذا كتاب القانون هيك تستعملوه بقلب الاقليم. اوكي سيبال، نحن عم نبرم على كل الاقاليم ووصلنا لعندكم، وفي سؤال موحد عم نستعمله مع كل، عم نساله لكل رؤساء الاقاليم. السؤال هو ريليتد للتام تبعنا، ف كيف عم تلمسي مش بس انت هيك يعني بالجروب اللي عم تشتغلي فيه الاعاجيب او القصص اللي هيك اللي بتحسي الله عم يتدخل فيها بالفرع وبالاقليم؟ فطلعي بالكاميرا وخبري الطلع. هو اهم اعجوبه صارت معنا هو الانتخابات اللي صارت اليوم،
ونحن بنشكر الله على هذا الشيء، واكيد هيدا اكبر اعجوبه بتاريخ الشوف اللي صارت اليوم. لأكليم الشوف حقلكم انه اكيد نحن حنكون ايد وحده وقلب واحد، وان شاء الله بنكون اكبر اقليم بلبنان كله قريباً.